باش نحتفلوا اليوم اليوم العالمي دي مناطق تري بيان مناطق رطبه ولا لي زون هوميد. المناطق رطبه من يعرف لي المناطق رطبه؟ المناطق الرطبه هي المناطق المظلمه الموجود فيها الماء. لي زون هوميد سون دي معظمهم في مناطق ساحلية يتميز بمياه بنسبة مياه كبيرة. المناطق الرطبة باش نصحبك المعلومة ماشي موجودة غير في مناطق ساحلية، عندنا ثانية في الصحراء مناطق رطبة. المناطق الرطبة ثانية معروفة بنباتاتها الخاصة. المناطق الرطبة هي سيدي غوتوريدو، هي مساحات يتجمع فيها الماء. الماء يقدر يكون جاري يجري، يقدر يكون راكد، يقدر يكون مياه عذبة، تقدر تكون مياه مالحة، يعني ماشي غير في الساحل، ما في الهضاب العليا في الصحراء، يعني متواجدين عبر كامل القطر الجزائر. شكون يعرف الشعار تاع هذا العام؟ شعار تاع المناطق الرطبة لهذا العام؟ شعار العالمي. الشعار العالمي هو المناطق الرطبة والحماية ضد الكوارث، كوارث طبيعية. شكون يقدر يفهم لي ما هي العلاقة بين هاد الأمرين؟ منطقة رطبة وحماية من الكوارث. كيفاش حنا درنا الشعار هاد العام؟ شكون اللي عنده معلومة؟ أولا المناطق الرطبة يعني خيرنا الشعار هاد العام لأن المناطق الرطبة لها دور فعال في الحماية من الكوارث الطبيعية. شكون يعطيني مثال على الكوارث الطبيعية اللي موجودة مثلا؟ تخي بيان، الفيضانات، المنطقة الرطبة دور فعال في الحماية ضد الفيضانات، كيف يتم هذا الأمر؟ المنطقة رطبة عندما عندما تسقط الأمطار لها كما نقولوا قدرة عالية، لها قدرة عالية في امتصاص هذاك الماء، يعني شغل كومينيبونش اسفنجة تمتص هذاك الماء بحيث أنها تخلي الماء ما يسببش الكوارث اللي هي الفيضانات. هذه الكارثة الطبيعية الأولى، كارثة طبيعية ثانية، هنا مثالين. نجرى في تربة نباتات، ثاني كي تكون نباتات بيان سور حول المنطقة الرطبة تمنع لي نجرى في تربة، وأيضا الكارثة الطبيعية دوزيام هي الجفاف، هي الجفاف، كيف يمكن لمنطقة رطبة أن تحمينا من الجفاف؟ عن طريق ظاهرة كيكون عندنا مجمع مائي مش يقدر يسرى باش يعرف الشمس مش يقدر يسرى فوالا تبخر، دونك هذاك الماء اللي يتبخر راح يدير دورة المياه، دونك راح يلطف فينا الجو، يعني كيف تكون جهة فيها منطقة رطبة الجو تاعنا يتلطف ويعني تولي الرطوبة تاعو مليحة، دونك مساهمة في محاربة الجفاف. أيضا سكون ابالي فابو ترونسبيراسيون، المنطقة الرطبة قلنا هي منطقة غنية بالنباتات، دونك هادوك النباتات يساعدوا واش يديروا النباتات واش من عملية يديروها؟ عملية التركيب الضوئي، التركيب الضوئي، عملية النبت، عملية النبت، دونك عملية النبت دونك تنظف الجو، يعني شوفوا الأهمية تاع المنطقة الرطبة والحفاظ عليها، شوفوا كيفاش المنطقة الرطبة تحمي ضد الكوارث، دونك هادو كيما نقولوا سي دي زيكسبيكاسيون كيفاش يعني يمكن أن تحمي المناطق الرطبة تحمي ضد الكوارث. قلت لكم بأن نوعين من الكوارث، يعني على سبيل المثال كاين يعني المناطق الرطبة لها عدة أدوار أخرى في حماية ضد الكوارث. نعرف المناطق الرطبة اللي موجودة على مستوى الجزائر، ماشي القطر الوطني، القلا والغاية هما دو كلاسي او نيفو مونديال انترناسيونال، يعني العالم كله يعرفوا هاد لي دو سيت، يعني لو فات كي سون كلاسي هكذا سيكو عندهم أهمية قصوى. إذا شكون اللي عنده فكرة على المنطقة المناطق الرطبة متواجدة في الجزائر؟ لاك دو غايا في الكونسيديري كوم أهم منطقة رطبة متواجدة في العاصمة، هي أكثر منطقة رطبة وهي منطقة رطبة أيضا طبيعية. طبعا نهضر على ولاية الجزائر. ثاني أيضا
تعرفيها ولا قلتيها؟ مسعدة فين فيها منطقة ولاية ولاية بارك بحيرة لاكونغا البحر الجزائري البحر